Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Maroc. إخواني أخواتي مرحبا بكم، السلام عليكم في القناة ديالكم اللي هي AOB Maroc. البارح صيفط لي واحد الصديق ديالي واحد لانونس ديال لانابيك كاينه في فيسبوك، وبغى يعرف واش داكشي زعما واش ساتيان دوبو، واش مزيان داكشي، واش صح والو. واحد لانونس عندها علاقة بالخدمة في كندا، كاين دي زومبوا او كندا. ملي مشيت شفت انا هذيك لانونس لقيت دوطخ انونس زعما اللي داكشي مضحك، غادي ندوي عليه من بعد ما نتعرفوا شوية على اليوم. هاد الحلقة خصها لانابيك، لانابيك اللي مشكور على المجهود ديالها، كيف ما كان الحال كدير مجهودات ديالها، كتقاتل مع الطلبة، كتقاتل مع الناس اللي ما لاقيش خدمة. المهم كاين واحد المجهود يشكر، ولكن كتبقى مازال ناقصة بزاف 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 بارابور لي زوبجيكتيف لي كان. بون، نرجعو لهاد لانابيك وغادي نبداو بها منذ الإنشاء ديالها. هاد لانابيك تنشأت في 2000 وديمارات في سبتمبر 2001. اشنا هما المهام؟ عندها مهام اللي كتعطيهم تقريبا دي سيرفيس كاين للناس اللي كيقلبوا على الخدمه، وكتعطي خدمات للشركات اللي كتقلب على الناس يخدموا عندها عن طريق كونترادات ديال لانابيك، وكتعطي الخدمات ديالها ديال الناس اللي باغيين يديروا ليميغراسيون، يعني كيمشيو يخدموا في الخارج. مهمية مسميهم، عندهم واحد السميه، عطيناهم واحد السميه كونديدا اليميغراسيون، او ام اي جي ار تي او ام. هاد لانابيك حطات في واحد البرنامج ديالها ديال من 2000 برنامج، واحد البرنامج عندها داير على المدى الطويل اللي كيبدا من 2016 حتى 2020. اشنو هما الاهداف اللي سطراتهم؟ كاين بزاف اهداف، ولكن بيناتهم انهم يفورميو 500,000 طالب شغل، يفورميو انهم يدخلوا 445,000 واحد اللي كيقلبوا على الخدمه، يعني غيفورميو 550,000 باحث عن الشغل، انتغريو يدخلوا يدمجوا فوالا لو تيرم، يدمجوا ادماج 440,000 باحث عن الشغل، ويديروا بحال بغيت تقول لاكومبانيومون ديال 20,000 واحد اللي باغي يدير لي زافير، يدير دي بيزنس. يسموهم هما لي تي بي او، لي توت لي تري بتيت انتربريز، شركات صغيره صغيره صغيره، ولا لي كوبيراتيف جمعيات. وعندهم الاهداف ديالهم كرياسيون دو 30,000 بوست دومبلوا في اطار هاد البرامج كامله اللي كدير، زدت على واحد الوحدات متنقله كيبقاو يدورو شويه في الدواوار وفي المدن، كزيميتي موبيل بحال اللي دايرها سناساس، ودار واحد التطبيق، واحد لابليكاسيون في التليفونات، وداروا الفيسبوك. الفيسبوك هو اللي غادي نشوفوا هاد داكشي كيضحك. من بين البرامج اللي دايره هي، داير واحد ثلاثه البرامج، دايره ادماج، تاهيل، اوتو امبلوا، اوكي، تشغيل ذاتي، اوتو امبلوا تشغيل ذاتي. التشغيل الذاتي شنو هو؟ اللي كان شحال هذه العقلت لي مقاولاتي، هذيك مقاولاتي كارثه عظمى، ساندون فياسكو لحد الساعه. الاحصائيات الاخيره كتقول لنا 4000 واحد صدوا، داروا فايت، اللي داروا ديك المشاريع ديالهم ديال في اطار برنامج ديال المقاولات. كاين هاد لوطو امبلوا شنو كيدير؟ كيجيو كيعاونوك، كيعاونوك كيفاش دير ان بلون دافير، كيفاش دير شوف لي باز دو دوني في ليتود دو مارشي ديالك، ماركتينغ الى اخره. وخاصك يا سيدي تجيب 10% من المشروع ديالك باش تاخد واحد الكريدي من البنكة، وهذا المشروع خاصك تتعدى 15,000 درهم. شحال
15,000 درهم يعني مليون ونص. ديال اش هاد المشروع ديال مليون ونص؟ هاد 15,000 درهم غادي ترجعها لغومبورسومون ديالها، غيجي على اجل 6 سنوات، وغيسم 6 سنوات. واحد السنين الاولانيه ما غياخد عندك والو، دوز 3 سنين عاد بدا نحسبوك 6 سنين، يعني كيسمو 3 زاني دو غراس. مسامحين لك، ماشي مسامحين لك، ما غاديش تدم عندك والو. هذيك 3 زون الاولانيه اللي غتبدا بها ديماراج بزنس ديالك ما تعطي حتى حاجه، ولكن من بعد 3 سنين راه كتسناك 6 سنين اخرى اللي خاصك ترومبورسي فيها هاد المسائل ديالك، وخاصك تجي فيها 10% من المشروع. شكون المشروع 15,000 درهم؟ واحد يدير غير كورير صاص، غادي يمشي يبيع، يشري صندوق ديال المطيشه، صندوق ديال 20 كيلو مطيشه 3 دراهم ولا 4 دراهم ولا واتيفر، صندوق ديال المطيشه غادي يدير 75 درهم، ندير واحد الصندوق ديال البطاطا حتى هي واحد 75 درهم، صندوق ديال 20 كيلو ديال البنان تقريبا واحد 100 درهم، نديروا واحد الصندوق ديال 20 كيلو حتى هو ديال التفاح 100 درهم، مجموع واحد 350 درهم، زاد واحد 50 درهم ديال الباركينغ ديال الكريرصه ديالو، المسائل ديالو، الماكله والديبلاسمون، 400 درهم. الا باع، الا كان كيبيع كل كيشري كل شهر خصو 12000 درهم، يعني 12000 درهم. هادي يقدر يبيع، يقدر ما يبيع، يقدر يبيع كثر، يقدر ما يدخلش، يقدر يخسر ليه، يقدر لانه بيغيصاب داك البرودوي ديال سيتو لي فخوي. دونك انا كيبان لي هادشي هزيل، داكشي علاش ما كينجحوش، ما هادشي ما كينجحش ديال المقاولات، ما نجحش لهم، يعني كارثه عظمى. دخلوا للانترنت، دخلوا يوتيوب، غتشوفوا الناس كيتشكاو من ما برنامج غير ناجح بتاتا. البرنامج الثاني اللي كيديروا هو ادماج. ادماج ما معنى ادماج؟ ادماج هو مثلا غنشدوا واحد السيد غادي نخدموه مع واحد الشركه، وغادي نقول لك الشركه الا خدمتيه دونك ما غاديش تخلصي تاكس بروفيسيونيل اللي هي 1.6% من لا ماسالاريال بوندون عامين، والصالير ما خصوش يفوت 10000 درهم، وخاص الكونترا تكون سي دي اي يعني لاجالي غير محدد، وخاصك ما تفوتيش 5 ديال الخدامه في شركه واحد خدمتيهم في العام اللي قبل من الخمس اللي فاتت، عامين الاولى ديالها تكون خدمتي فيهم 5 الناس. قلت هاد البرنامج كيبان الدار ديالو كيساعد، ولكن حتى الشركات كيديروا تما تحرميات. يعني دابا شنو عاطيهم، شنو كيعطيهم دابا هاد البرنامج ديال الادماج؟ دخل واحد غادي نعطيوك تقريبا 10000 درهم بلافون ديالو، وغتكون اكزونيري من ليير، ما يخلصش ليير، وما يخلصش تاكس بروفيسيونيل المشغل، ولا سيريس حتى ما يخلصهاش، ولكن خصو يكون مخدم 5 سنين، 5 الناس يكونوا خدموا في العامين الاولانيين ديال 50 الاخرى، وتكون كونترا سي دي. اش كيديروا لهم؟ كاين بعض الناس اللي الله يهديهم شركات كي المهم لانه يقدر يجري عليه، اللي جري خصو يعطيه، لانه خصو يكون سالاري، كيبدا يديروا شي يفتعلوا شي حاجه باش هو يمشي بحاله، فهمتي؟ اللي كيمشي بحاله كيعاود يمشي عاوتاني يطلبوا هاد الكونترا ديال انابيك. ونفس الشيء بالنسبه للادماج، كاين الناس اللي كيخدموا كوم ستاجير، كتعطاهم ساعه ماشي سالاري، كتعطاهم اون انديميتي. هاد الانديميتي بلافون ديالها باش تكون معفيه من سان اس اس وتاكس بروفيسيونيل، ما خصهاش تكون فايته 6000 درهم. ولي كونترا فيهم دي تيب كونترا 1 2 3 على حسب لا فورماسيون، حسب الدبلوم الى اخره. هذا هو ادماج. اش كدير شركه؟ قلت السيد كان القانون كيعطيني دخل السيد غير عامين، عامين غونوفلابل مره واحده. اش كيديروا كان سيما غونوفلياش فرت؟ نقول يا خويا سالات كونترا ديال ستاجير، لان ديرو ليميتي لي عامين، وكيمشي عاود يجيب عاوتاني واحد اخر. وغادي هادو هادو هاد المسخط اللي كيديروا اكثر بزاف من صحاب الكابلاج كيديروا هادشي، ماشي كلشي ولكن الاكثريه. اوكي انا دائما في فيديوهات كنقول ماشي كلشي ولكن الاكثريه كيديروا القضيه، عرام ديال الكابلاج كيديروا عندهم دوك لي بوان دو راماساج، كيضربوا بهم شويه كيلوحوهم ويجيبوا عاوتاني واحد اخرين، هادشي اللي كاين. دونك هادو هما، والبرنامج الاخراني وهو
هو تأهيل. التأهيل فيه جوج بحال كتقول واحد السيد غادي يأهلوه يعني غادي يديروا لي انفورماسيون بحال اللي داروا في داكشي ديال اكاديمي تدريس واكاديمي مدرستي هادو كيفورميو تلقى البرنامج بغيت يدخل لي دماغي الحكا غنشدوا واحد هاد الناس اللي ما لاقيش خدمه وغنفورميهم باش يبداو يقريو وهذه هي المشكله العظمى ملي كتمشي مدرسه كتلقى السيد يعني ما عنديش مؤهل باش يكون مدرس وحتى الدروس اللي قراو ماشي في المستوى وماشي شي مدارس اللي هي معترف بها بحال ديال الدوله بحال ليناس بحال سونت فورماسيون دي زانستيتيو بحال لينسات بحال سي بي ار هادو سي ستريكتور قدام وعندهم برامج البيداغوجي وعندهم اساتذه برنامج التاهيل فيه جوج فيه فورماسيون كونتراكتواليزي بور امبلوا اف سي او يعني كدير ان كونترا يا اما اون فورماسيون كاليفيونت او دو ريكونفيرسيون كاليفيونت يعني كتكون ناقصه شي حاجه وكنزيد بحال دابا واحد ان كونطابل ما عندوش لوجيسيال كيفورميو في اللوجيسيال ولا ريكونفيرسيون واحد كاين كان كوميرسيال ديبلوم كوميرسيال ولكن كيبان لي انه يقدر يخدم كونطابيليتي دونك غيديروا لي فورماسيون كونطابيليتي اوكي ولا في لوجيسيال كوميرسيال مثلا هي ريكونفيرسيون تري بيان حنا شفنا دابا المهام ديالها الى اخره المشكل اللي كاين نبدا واحد القضيه باش ما ننساهاش لو سيت انترنيت دابا ملي كتدخل ملي دخلت انا السيت انترنيت ودايور انا ملي كنت في المغرب كنا كنتعامل مع لاناتيك وكنا كنلقاو مشكل كبير في لاناتيك فلو سيت ديال السيت ديال باقي الان فيه المشاكل الان فيه المشاكل الناس كتسجل كتلقى مشكل كتعاود ملي كتسجل تبغي تدخل عاوتاني تلقى مشكل وحاجه اخرى دابا هما في واحد ديري بريك كتحل كتلقى مثلا كتلقى اكوي مد اكوي كتلقى اوفر دومبلوا نسيتي بحال اكوي اوفر دومبلوا حدا اسباس بيرسونيل حدا كونساي فورماسيون حدا كونتاكت الى اخره شي غير كتكليك على سميتها على كونساي فورماسيون هاد كيتقلبوا هاد لي زورد ديالهم كاملين كيتقلبوا جربوها تشوفوها كيتقلبوا لي زورد ديالهم كاملين كيتزادوا شي حوايج وكيطيروا شي حوايج والغريب في الامر هو ان كاين واحد روبريك ادروات او ميليو اكوش او ميليو كاين في جميع لي سيت ديال لومبلوا كاين دوك نصائح بحال مثلا كيقول لك كيفاش دير السي في ديالك شوما الميثود دو ريشيرش دومبلوا كومون اورغانيز سا ريشيرش دومبلوا كومون ريديجي سون سي في كومون ريديجي لي لتر دو موتيفاسيون كومون سو بريزونتي سو بريباري بور ان انتروتيان دومبوش كتكليك على عليهم هي راه ايماج ماشي روبريك كيخصو تحط عليها تلقى ديك لا مان زعما تكليك عليها وتعطيك لو ليان لا ما كاينش شتي ايماج كتكليك عليها كتبقى فيجي ما كتحركش كاع اوكي وحاجه اخرى السيت راه كاين غير فرونسي ما كاينش بالعربيه اصلا العربيه ما كايناش وبزاف ديال الناس كيقلبوا الخدمه راه ناقصين شويه في الفرنسيه يقدر يفهم اكثر بالعربيه وكاين الناس في الخارج كيبغيو يعرفوا شنو كاين شنو اللي مطلوب في المغرب شنو هما نوغ دو دومون كياخذوا ستاتيستيك دي زانديكاتور على لو مارشي دو ترافاي وعلى الناس مقيدين تما يمكن هو بغى يتقيد على ديستونس تما ما غيلقاه غيلقاه فرونس ولا ما كيعرفش فرونس كيعرف لونجلي وهذا المشكل ديال لونجلي اللي كنا نخدموا مع دي ميتي ناسيونال في المغرب كانوا كيقولوا لنا القضيه كيقول لك ودي حنا كنبغيو ناخذوا بعض المعلومات على المغرب من ناحيه الادمنستراسيون جوريديك ديالو قانونيه جبائيه ضريبيه اقتصاديه سياسيه ما كنلقاو داكشي بالفرونسي ولا باللونجلي كيضطروا انهم بقاو يترجموا هذا مشكل ما كاينش لونجلي بزاف ديال الوزارات عندنا ما فيهمش مهمين كاع ما تلقاش فيهم لونجلي اوكي حتى لقيتيهم كتكليك عليه ما كيعطيك والو نورمالمون خصهم يكونوا بالعربيه بالفرنسيه لي فيرسيون عربيه فيرسيون فرونسيز لونجلي والسبانيولية هادو لغات مستعملين بزاف ومن قال من القدام يزيدوا الشينويه حتى هي علاش لا راه كاين دي سيت شينوا قلت لك كتلقى فيهم العربيه كتشري شي جواج هاد ديالهم هما كتلقى فيها العربيه حتى هي اوكي دابا بغيت نمشي نشوف اللي بغيت نجبد الموضوع اللي صار الانتباه ديالي هو واحد لانونس واحد الانونس دار في 28 نوفمبر اشنو كاتبين فيسبوك هذه فيسبوك باج صفحه فيسبوك ديال لاناتيك كيقول العنوان كبير
باش كيجرو 13 entreprises de la ville de Québec, la ville de Québec, hein, et de 6 environ opérant dans des secteurs comme technologie de l'information, l'usinage, la santé, la restauration, recherche des emplois ou offre des emplois. Faites votre inscription aujourd'hui sur le québecentête.ca. OK? منين جيت نبحث على هذا السيت هذا لقيت شنو لقيتو هذا غير لا فيل ديال كيبيك دايره واحد 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 هذا البورتاي د انفورماسيون ديستيني كيعطيو معلومات وكانفورميو الناس لي كانديدا على ليميغراسيون كانديدا على ليميغراسيون ولي نوفو زاريمون الناس اللي مدافعين التواصل ديالهم ليميغراسيون ولا اللي جاوا تمايا au head portail derrière ce qu'on appelle l'agence de développement économique de la ville du Québec. Cliquez sur elle ici. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que هذه زون وبعدا كاين ما كاينش فين تسجل اربعة هي الاولى ثانيا هذو زون تبريز ملي كتكليكي عليهم ما كاينش قال لي قليل اللي طالب ما كاينش بحال مثلا شي با نايا في التكنولوجي دانفورماسيون اللي عندهم جهه التكنولوجي دانفورماسيون ما يحتاج لنا بي كاع راه من يدخل غير السيت ديالي انايا الفيديو اللي كنقول كيفاش تبحث على العمل بالدارجه وتقلب تلقى كونطرا من المغرب لا ما تحتاجها اوكي لا ما تحتاجها او دير عاري خدموها لي هنايا هاد المجهود كامل كيدوزو بحال مثلا دابا نعطيكم واحد المثال كاين في السفاره ديال فرنسا هنايا في كيبيك في مونريال سيتو مونريال كيمشيو يقلبوا على فين كاين لا مان دو لا بينوري ديال لا مان دوفر خصاص كبير وكيمشيو هما وكيسيفطوا بول امبلوا عندهم سميتو بول امبلوا ماشي انابيك بول امبلوا كيقلبوا لهم ويجيبوا لهم كيجيبوهم كيجيو علاش هادو ينسقوا مع السفاره اللي عندنا هنا القنصليه اللي عندنا هنا ويجيو لهاد المسائل هادو ويصيفطوا لهم درست هادو بحال دابا صاحب التكنولوجيا ديال الانفورماسيون كاين دي جاردان ان كروند بانك هنايا كاين سي دي جي يعني هذا هو تابع للدوله اللي كي ديبلاسي با مال في البلاسمون ديال لارجون ديال الدوله ان ار اس هاد المهم كاينين بعض الشركات اللي متخصصين في الاي تك وفي التكنولوجيا ديال الانفورماسيون راه اللي مجهد في المغرب في التكنولوجيا ديال الانفورماسيون نقول لكم من هنا من غد تلقى خدمه من غد تلقى خدمه ماشي في كيبيك في كندا كامله كندا كامله اوكي دونك ملي كتكليك عليهم ما كتلقاش فين تسجل كتسجل في هاد البورتاي كتسجل فيه باش يجيوك لي بولتان دانفورماسيون وهاد الشركات هادو اللي كيكليك اللي قالك هما وشير دومبلوا كاين شي هادشي غادي ليا ديالهم تاتسيت حاجه اخرى عاوتاني في انونس اخر كاين فيسبوك داتو في 13 نوفمبر سماتو لو سالون انترناسيونال دي باتيمون اللي كيدار في الدار البيضاء كيدار في الدار البيضاء من 21 حتى 25 نوفمبر كل عام والانونس دار في 13 نوفمبر قالت لهم سيرو حطوا ديبوزيو لي واش هاد لو سالون كي كونستيتي واحد التجمع ان راسومبلومون بروفيسيونيل باش كيجيو اكسبوزيو لي برودوي ديالهم لي سيرفيس وكي ايشانجيو وتبادلوا بيناتهم التجارب وكيسنيو اتفاقيات وشراكات وكونترالات واش هو مسالي تقول لي الله يخليك عندي واحد سيدي يحطو لك وليون ما كيكونوش في باش تحط السي في ديالك شي صالون خصو يكون صالون دومبلوا كيجيبو الناس زيرو سو جيب محطوطين تمايا يدير لك اونتروتيان ولا ياخذ السي في ديالك ولا يشرح لك ماشي هادو عاوتاني كاين واحد لانونس اخرى دار واحد لانونس داروها في 23/10 هذه يا سيدي كيسموها الهجره الاقتصاديه دوز عليها قبيله اوكي دير واحد الفيديو سميتو كيفاش كتساعد لانابيك الراغبين بالدارجة كيفاش كتساعد لانابيك الراغبين في الهجرة الاقتصادية الى اسبانيا المانيا كندا فرنسا دول الخليج واش كيديروا قالك سيدي حنا كنتكلفوا بكلشي كيديروا ورشات ديال المغادرة ورشات جمع فيه الوريقات ديالك ورشات اشنو كيفاش تعيش في هذيك البلاد ورشات كلشي فابور واش الفلوس غتخسروا واش كاين شي حاجه فابور واش الفلوس غتخسروها نتوما
حصل على الناس هنا يخدموا هنا وزيدون أكثرية. لكن هذيك الإسبانية بدات مؤخرا هذوك العائلات مشيو خدموا في حقول وقع داك التحرش وقع داك المشكل كبير. راه جميع الأرباب المزارع راه كيتهموا لنابيك أنه هي السبب الوحيد. الشيء اللي قريت في الجرائد وزيدون هادشي ديال الاختيار الخارجي يجيبوا الخارجة غتلقاو. شوفوا الفيديوهات ديال الناس اللي مشاو خدموا في الخارج الامارات سيرتو الامارات والسعوديه غتلقاهم كيتشكاو كينصحوا الناس ما يجيوش الامارات ضاعوا تمايا بقاو مشاكل كثيره. فهمتي هاد المجهود اللي كديروا لا نابتيك في الخارج ديريها في المغرب هنا قلبوا لنا هنايا اوكي. عاوتاني كاين واحد لانونس اخر دار في 22 اكتوبر قالك اسيدي اللي بغى يمشي يخدم في كندا فين كولومبي بريطاني فين جات كولومبي بريطاني كولومبي بريطاني بالطياره باش تمشي لها من مونريال كولومبي بريطاني القليله واحد 3 سوايع ونص بالطياره يعني راه شي 5000 كيلومتر 5000 بعيده بزاف ثمانينا نقولوا بعيده. قالك اسيدي هذا خدامي فين كاينين كاين في واحد الجبوله في الجبل في الجبل سي بحال بغيت تقول ريستوراسيون غير في الجبل اللي ساكت فين كيديروا في الجبل عالي الجبال. وقال لك خصك تكون بون نيفو في الانجلي وفي الفرونسي واخر اجال هو 22 نوفمبر 2018 مزيان ماشي مشكل نقولوا هذا. وهذا رتيبات واحد اللعيبه ديال تحت ديال لا اطوال اشنو كاتبين فيها. قال لك لي كونديدا ترافايون او سان لا حول ولا قوه الا بالله. عاش هذا اللي حكي حتى لي زانونس باش قال لك اسيدي اون با شنو كاتب لي كونديدا ترافايون او سان دو لادمينستراسيون بوبليك خاصهم ضروري يجيبوا اوتوريزاسيون دو لور ادمينستراسيون. اي واحد خدام في الوظيفه العموميه خاصو يجيب ورقه مكتوبه رخصه وترخيص ان السيد هذا مشى يخدم في اش جاب الرخصه الخدمه ما بغيت نعرف انا شنو بس تقول لي في اليونيفرسيتي كيقولوا لي معلمنا من وراء كاين سيركولير ديال 1/14/75/2015 اللي كي انسيتي سميتها المؤسسات العموميه انهم يخليو الموظفين يمشيو يتقيدوا في اليونيفرسيتي. من وين مابقاش قايد جيب لي رخصه مع الموظف ديالك اكريت عاد جيت تقيد في اليونيفرسيتي. نو نو هذه ما عرفتش علاقه ما بين انونس غادي يهزو السيد ويمشي يخدم على راسو ويقرا على المستقبل ديالو ومستقبل وليداتو مشي حتى لكولومبي بريطانيك وخصو يمشي يجيب ليهم سميتها. ولكن حاجه اخرى هذا غيمشي يخدم في ريستوراسيون يعني شو اللي كيكون عنده تجربه طالبين راه طالبين ليكسبيريونس واش اللي غادي يكون يخدم في ريستوراسيون غالبا واش غيخدم في يكون في السيكتور بوبليك قطاع عام ما فهمتش. هادو غير بعد النماذج ديال شي حاجه كيضحكوا ما عرفتش انا علاش. وواحد القضيه اخرى عاوتاني شي واخا لا لابيك تخدم تطيرو تاعيا العقليه ديال الشركات صعيبه بزاف. راه الاكثريه كيدخل واحد من لا لابيك كيضرب بيه وكيلوح. وحاجه اخرى وكان واحد رابور ديال لاكور دي كونت قديم شويه يعني جبد لك شحال ديال الاختلالات كاين في هاد لا لابيك. من بيناتهم مثلا نعطيكم امثله انا نهار نعقل ملي كنت كنخدم للناس ديال لا لابيك ما عمر شي واحد ما نابيك جا عندي بعدا او جا الشركه ديال الكليانات اللي كانوا عندي كيجيو يقلبوا بحات ودير واحد بحال الشكل اللي هضرنا عليه حنا ديال واحد الفيديو السابق ديال المراكز الجهوي الاستثمار اللي فيه شي اللي كيشدو غير شحال خلقوا ديال الشركات ما عندهمش فيه شي تتبع ديال الشركات واش فعلا ما عندهمش مشاكل شنو داروا شحال خلقوا ديال مناصب الشغل ولا شنو لا فالور اجوتي اللي القيمه المضافه اللي عطاو لديك المنطقه الى اخره ما كاينش. هذا تقال في رابور ديال مجلس اعلى الحسابات ديال 2015 حتى هنا ما كاينش. وحاجه اخرى على ما كيقولوا الطلبه ان هادشي فيه كثير بزاف المحسوبيه الزبونيه والمحسوبيه ملي كيطيح شي انونس حاجه كيسبقوا به اللي كيعرفوا قبل ما يحطوه
في السيت ديالهم او في صفحات الفيسبوك او يعلقوا تما. والمكاتب ديالهم بعدا شكون تشوف تشوفهم كيدايرين. كتعرفوا داك معمر مشى سوق ديال حد ولاد فرج كيعمر نهار الحد حدا سيدي مسعود بن حسين بحالو بحال ولا داك واحد السوق الرسمي ديالو كيف مولاي عبد الله. الموسم هذاك لانابيك تكون فيه الموسم خاصة إلا كان لانابيك كيجيو ليه بزاف المدن بيريفيريك من على برا كيجيو تما. عرفتي باش كيجيو راه خصهم مركوب وخصهم كيران وخصهم طاكسيات وخصهم هادي وكيجي تمايا والهراج والغوات. أنا كنت كنمشي تما كنبقى نشوف هاد الخطرات والله العظيم إلا ك أنا عرفت كنسحب ليا غير الخدامين ديال الإضرابات لأن كيكون على برا عامر والداخل مدكس عامر. كاين دينا بحال دابا انا طيب شي المدن زوينين فكسر اليوم الخام دير واد الفوق وشي واحد مستقل بحر تكين. عندنا 80 وكاله اوكي عندنا 80 وكاله ديال لانابي. حاجه اخرى هو داك في الامر انا نتحدى شي واحد يجبد ليا شي فيديو ولا شي اعلان ولا اشهار في الراديو او في التلفازه مغربيه كيدير لانابيك خاص تشجيع خاص بروموسيون فيزوال. ادوزوا علينا سي دوزوا علينا ونورمالمون خصهم حتى بغي حتى قالوا لهم الشركات ديال الاذاعه والتلفزه خاصهم خاص واحد القدر قليل خاص اي واحد في النهار كامل 6 حتى 20 مره اشهار ديال لانابيك باش التوعيه بحال كيديروا هنايا. هنا راه كيديروها في الجورنال في الراديو في التلفزه في الطوبيسات في المتروات كيقولوا كيشجعوا سميتها ان المشغل يخدم الناس ويستافد منهم كيعاونوه. هنا مثلا كيقدر يعاونو حتى 80% العام الاول 80% كيخلص على المشغل كيقول خلصوا وعمر لي واحد لامبريمي هما كيردوك 80% الكونت ديالك تخلص حتى حاجه ماشي هما كتخلصها ديالك انت. كيعاونوك كيساعدوك كيندي كريدي دابو ولا مشيتي تا فورميتي شي واحد على حسابك هذوك لي شارج كتدخلهم في شارج ديالك ولا كيرومبورسيوك سواء الماتريال اللي شريتي سواء باش تقام عليك لا فورماسيون كي فالوريزيوها باش تقام عليك. هنا كاين التشجيع لامبو بزاف ديال الكري دامبو التخفيضات على لامبو بزاف تبارك المغرب والو نعطيك حكا حد 10,000 درهم ما دخلش طاكس بروفيسيونال عاد تخلص سير اساس ايوا وانا غنجيب هذا عاد غيبدا معايا ما غنفورمي ما غن. المشكل هو ان الاكثريه ديال الناس اللي كيجيو من لانابيك ناقصين الفورماسيون ناقصين بحكم انهم ما خدموش بزاف وحكم التعليم ديالهم كيمشي الانسان راه حتى شويه الفرنسي ناقصه شويه لي كونس مشاو ليها الشعاب اللي كيجيو منها شويه بعيد على الميدان العمل بنادم مولف ترخى بزاف ترخى يعني باش يجي عاوتاني يخدم لك مع الثمانيه ويكون ديسيبليني ويكون سماء اي واحد شويه كيطلب شويه الوقت والشركه راه كتفورني الوقت ديالها. داكشي علاش انا كنقول خص واحد يزيدوا يفكروا كيفاش يشجعوا الشركات باش يخدموا الناس. هذه غتكون واحد الحلقه غادي نديرها ان شاء الله قادمه نستافد من بعض الدول اللي في النيفو ديالنا او احسن النيفو ديالنا نستافدوا منهم اشنو كيديروا باش كيشجعوا الشركات انهم يخدموا الناس. الى هنا كانت الحلقه ديالي ديال اليوم كانت خاصه بلانابيك. كنشكركم على التتبع ديالكم ما تنساوش تشاركوا في هذه القناه ا او بي ماروك بالدارجه والقناه الاخرى اللي عندي ا او بي كندا وسميتها وفي انتظار حلقة قادمة بإذن الله. أشكركم أتمنى لكم نهار سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.